معظم الناس اللي موجودين هنا في القناة بيبقوا عايزين يعملوا ألعاب مثلا، أو بيحبوا يتفرجوا على الألعاب والحاجات اللي من النوع ده. النهاردة أنا جايب لك أداة رائعة جدا هتخليك تقدر تعمل ألعاب للمكفوفين، ولكن من غير سطر كود واحد، من غير ما يكون عندك خبرة بالبرمجة ولا أي معلومة عنها. ومش هخليك تقدر تعمل ألعاب زي مثلا ألعاب الرقمين أو ألعاب المقارنة أو الحاجات البسيطة جدا ديت، لأ انت هتعمل العاب عملاقة، حاجة زي STW، حاجة زي TK، حاجة زي كل الالعاب الكبيرة ثلاثية الابعاد الضخمة دي، تقدر انت تعملها بالكامل بالطريقة اللي انا اشرحها لك النهاردة. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، كل سنه وانتم طيبين. رجعت لكم بعد اجازه العيد وقلت لازم ارجع لكم بحاجه كويسه. اوكي، النهارده انا هشرح لكم عن سيبل. ايه موضوع سيبل ده بقى؟ اولا زي ما قلت لك ان كلنا نفسنا نطور العاب للمكفوفين، لكن يا اما البي جي تي صعبه يا اما البرمجه في حد ذاتها شيء مش لطيف. معظم الناس رايها كده، طبعا رايي مختلف بس مش موضوعنا. فالطريقة اللي انا هشرحها لك النهاردة هتخليك تقدر ان انت تصمم العاب بشكل رائع جدا. الميزة ان انت وانت بتصمم الالعاب اي حد يقدر يستخدمها، الاداة اللي انا هشرحها النهاردة دي اول حاجة. تاني حاجة، بتصمم اللعبة من جوه اللعبة نفسها، فانت مش بتكتب كود، انت مش بتعمل اي حاجة، لا انت بالشخصية بتاعتك جوه اللعبة وبتصمم لعبة، فالموضوع يعني اكثر من الرائع بشوية. فكرة سيبل من الأول هي عبارة عن بورن سكاي ستوديوز، هم اللي عاملين الموضوع ده، والموضوع ده كان ألفا يعني، لسه نسخة تجريبية أو مش تجريبية، الإصدار الأول خالص يعني. فهم كده كده كانوا شغالين على المشروع ومش راضيين ينشروه لحد ولا أي حاجة، لكن هم نشروه للعامة بسبب المشاكل اللي احنا فيها بتاعت كوفيد 19 والهبل ده كله. ف بس هم الناس نشروا النسخة عندهم على الموقع وقال الناس تجربها. يلا بينا نروح للموقع ونشوف الكلام ده ايه حكايته. هنا speech mode talk start. بالمناسبة دي كيرن، عشان بس الناس اللي بتسأل ايه الناطق اللي معايا، فدي اكابيلا الجديدة زي ما انتم عارفين، ودي كيرن. ان شاء الله انا هشرح لكم برضو الموضوع ده في فيديو لوحده يعني، بس عشان الناس اللي مستغربة بس. Sable Alpha Download. Sable Alpha Download، دي النسخة Alpha. Thank you for your interest in participating in the alpha test for Sable. Originally, this alpha test was meant to be closed to the public, but owing to the outbreak of COVID-19 and the state of lockdown that the world is experiencing, we thought we would release it publicly. We also figured that this release would be our way of thanking the community for all of your overwhelming support and encouragement. Before you get started, please read the following important notes. هو بيقول لك ان هي برضه ما كانتش للبابليك. الكلام اللي انا قلته لك هو انا عرفته من الصفحه دي يعني، انا قريته قبل كده. This is an alpha test for Sable. I dotty. It does not have all of the features and polish that it will have once it is in its finished state. زي ما شايف بيقول لك ان دي الفا، ما فيهاش حاجات كتير، ما فيهاش الشكل اللي هم عايزين يعملوه، في حاجات كتير لسه ناقصه، لكن يعني هم نشروها زي ما بقول لك عشان ان الناس في بيوتها دلوقتي، وكمان عايزين يشكروا الناس المتابعين بتاعهم. ما ان انا اول مره اسمع عنهم، بس ماشي. We have all of the audio assets that we have included with this build of Sable are placeholders and are to be used for testing purposes only. تمام. بهزر انا. بيقول لك الاصوات اللي موجوده في النسخه دي عباره عن بليس هولدر او تجريبي وهتتغير يعني. عشان بس ما تخليهاش اساس بالنسبه لك، هم حاطينها بروتوتايب، او البروتوتايب يعني اثبات الجدوى، اللي هو بيحطوا اي حاجه عشان يتاكدوا بس ان البرنامج بتاعهم شغال او اللعبه بتاعتهم شغاله، وبعدين هيقدروا ان هم يستخدموا حاجات هاي كواليتي. على فكره الاصوات هاي كواليتي جدا، بس برضه هنشوف. We strongly encourage anyone who is interested in making videos showing their experiences with Sable to feel free to do so, but we insist that Sable and Bone Sky Studios be credited. Furthermore, you must provide a disclaimer explaining that the version of Sable you are demonstrating is in an alpha state. تمام. هنا بيقول لك حاجه بقى، بيقول لك لو انت عندك القدرات انك تعمل العاب دي حاجه كويسه يعني، هم او انت عايز تعمل العاب بسيبل، لكن برضو بيقول لك ان انت مطلوب منك ان انت تقول ان دي سيبل ودي نسخه الفا. ليه هم بيعملوا كده؟ لسبب، عشان لو في يعني هم واضح ان المحرك بتاعهم او النظام بتاعهم قوي جدا، فهم عندهم او اللي هينتجوه يعني بعد كده شغل عالي جدا، فعشان لو حد بعد كده شاف النسخه دي فيبقى عارف ان دي الفا، بس ما يقولش ان سيبل مثلا قدراته مش عاليه او حاجه زي كده. اكيد يعني واضحه. We do not have a release date for the full version of Sable. We want to ensure that our tools meet our strict quality standards. Furthermore, we are developing our own title called Crimson Eclipse that will fully showcase what Sable is capable of once it has been given that extra level of polish. تمام. بص بقى، بيقولوا ايه الناس دول؟ هو بيقول لك دلوقتي ان هم ما عندهمش فول بيلد، ما عندهمش بناء كامل
للعبة يعني للمحرك، مش إصدار نهائي يعني. بس بيقول لك إن هم عايزين يتأكدوا إن المحرك بتاعهم كويس وحاجات زي كده قبل ما ينزلوا للعمل. If you have bugs you would like to report and we would appreciate your feedback, please submit them to. لو انت عندك باجز او حاجات زي كده اعمل لها سبميت هنا. المهم خلينا في الجزء المهم هنا، عشان تثبت اللعبه فانت هتحملها من اللينك ده، داونلود سيبل. داونلود سيبل يعني لو انت دخلت الموقع ودوست كي بانر لاند مارك بون سكاي ستوديوز هورايزونتال نافيجيشن لاند مارك برودكتس فيديوز اف اي كيو مين لاند مارك اور يوتيوب شانل انفو ات بون سكاي ستوديوز دوت كوم. هنا دي قناتهم على يوتيوب عشان لو عايز تتابع من عندهم يعني. داونلود سيبل فبالكي هتلاقي داونلود سيبل زي ما انت شايف، هتدوس عليها انتر هيبدا معاك الداونلود. حجم الداونلود 200 ميجا وشويه، حجمها صغيره يعني. بس انت محتاج حاجه هنا ركز معايا فيها بقى، انت محتاج في برودكت كي هنا في الموقع بتاعهم انت محتاجه، حلو موجود هنا اهو. To download Sable click on the link below. To download Sable click on the link. All bug reports submitted. All bug reports to download Sable click on the link. To download Sable click on the link below. You will also need the following activation key VC88KGZ. VC88KGZ دي هتنسخها من هنا وتحطها في المحرك بس. فانا حملت المحرك قبل كده، تعال نروح ونبص عليه، يلا بينا. طبعا هي بتتحمل as a zip file يعني، فانت هتفك الضغط عنها. Sable.zip start game general type of file size general type of file size on disk 220 megabytes 220 ميجا بايت تمام. فك الضغط عنها وافتحها اهي، هتلاقي الملفات دي. Projects game saves one of game saves projects Sable user documentation. Sable user documentation. Settings 4 of 8. Settings. Sounds 5 of 8. Sounds. Template 6. Template. Sable Alpha. Sable Alpha. هم سبع حاجات. Chrome HTML. Sable Alpha test version 1.8.3.exe 7 of 8. تمن حاجات. ركز معايا بقى في نقطة مهمة هنا جدا. أول حاجة قبل ما تشغل سيبل. دلوقتي أنت عارف مشكلة البي جي تي المستمرة في كل حاجة في الكون. تمام؟ فالحل عشان أنت ما تخليش اللعبة تخلي الملف يشتغل إيه؟ اللي انا شرحته قبل كده، شرحت ازاي تقدر تخلي البرامج تشتغل في الويندوز ديفندر. وطبعا بالطريقه دي تقدر في حاجه كمان تعملها، ان انت تضيف فولدر كامل. يعني انت ممكن تضيف فولدر كامل ان انت تشيله من الايه يعني من الفحص بتاع الويندوز ديفندر وكده. فبس شيل الفولدر بتاع سيبل ده كله عشان ما يحصلكش اي مشاكل. Sable user documentation.html8. فانت عندك المهم هنا اللي انت هتعلم منه Sable user documentation.html. فاكر الفايل اللي كان موجود في البي جي تي اللي انت بتعلم منه ازاي تقدر تصمم الالعاب؟ هو ده بالظبط. نفتح ده بقى. فتح لي الصفحه دي. ايه الموضوع بقى هنا؟ اولا زي ما انت شايف ده الدوكيومنتيشن ده بيشتغل من غير نت، وده ملف فيه كل حاجه محتاج تعرفها عن سيبل وازاي تقدر ايه تطور العاب بيها. User documentation. Copyright 2000 contents. Visited a note from the developers. Visited a quick note for Windows 10 users. اهو النون فروم ديفلوبر بتعرف المطور. انا هقول لك السكشنز ومش هنلف فيهم لان انا هفتح اللعبه واوريك الحاجات دي او المحرك واوريك الحاجات دي بنفسي. Visited a quick note for Windows 10 users. ودي quick notes for Windows 10 user دي عشان ايه بقى؟ بتقول لك برضو نفس الموضوع بتاع ويندوز ديفندر ده وازاي تقدر تشغله. تمام برضو هوري لك الحاجات دي. Limitations. Limitation ودي حاجه انا محترمه جدا ان هم حاطينها، حدود البرنامج بتاعهم اللي تقدر تعمله في الفترة دي. ان انت تقدر تعمل دلوقتي خريطة مكونة من 100 في 100، ما تقدرش تعمل حاجة اكتر من كده. كويس ده الماكسيمم بتاعهم، الخرائط بتاعتك محدودة شوية لان برضو دي الفا. فانت على الاقل ممكن تعمل الجزء بتاعك في جزء صغير جدا اللي هو 100 في 100، ومية في مية مش قليل بصراحة. وبعدين لما ينزل فور ريليس تقدر تكبر الماب بتاعتك زي ما انت عايز. فيتشر ليست. فيتشر ليست اللينك اللي بعده، وده بيقولك المميزات. كويك ستارت جايد. كويك ستارت جايد وده برضو بيعرفك ازاي تقدر تبدا وتعمل مشروعك الاول والجو ده كله. Your first project. Your first project مشروعك الاول. An important note before you start. Important note. Creator mode. Creator mode. Debug mode. Debug. Play game mode. Play game. هشرح لك انا برضو كل ده دلوقتي. Part 1 getting additional considerations. Part 1 getting things started. Play create and your first quick start feature list limitation visited a quick visited a note from the developers visited a quick note. Quick note for Windows 10. بص بقى ركز معايا. If you use Windows 10 along with Windows Defender, you may have some issues with using Sable. Sable was written entirely using the BGT scripting language, which can cause Windows Defender to treat it as malicious software. Any of you who have used other applications created in the scripting language are probably familiar with this minor snag. Here is a way to get Windows Defender to leave you. أو هنا بيقول لك اهو ان لو انت بتستخدم ويندوز 10 مع ويندوز ديفندر فغالبا هيبقى عندك المشكله دي، بما ان السيبر معموله بالبي جي تي برضه فهو ويندوز 10 بيقرا البي جي تي على انها فيروس. ايه الحل؟ فهو هنا بيقول لك الحل. Alone while you test our developer tools.
as malicious software. Alone. Bullet bring up the start menu. افتح start. Bullet type in settings. وافتح setting. Bullet find the update and security settings. وافتح update and security. Bullet go to Windows security. وهتروح للويندوز security. Bullet find the virus and threat protection. وتختار الفيروس and the threat protection. Bullet once you are in virus and threat protection, select manage settings. وتختار manage setting. Bullet then locate exclusions and select add or remove exclusions. وهتلاقي exclusion وتختار add or remove exclusions. Bullet then select add an exclusion. وتختار add exclusion. Bullet once there, you will be prompted to select files, folders, فهنا file هيقولك types, ان انت تقدر تختار اللي انت عايزه, file ولا folder ولا process ولا كل حاجة اللي انت عايزها. Bullet, you probably ought to select the entire Sable installation folder for exclusions. Don't worry, the exclusion will include all subfolders within that folder. تمام. فانت هتختار الفولدر بتاع Sable كله, وده هيخليه يختار كل الفولدر اللي جوه, يعني فولدر Sable من بره وهو يقوم بالواجب كله. Level 1 limitations. Before you start testing our tools, you ought to be aware of some basic requirements and limitations. هذا limitation. Bullet, you will require an internet connection. محتاج اتصال انترنت دايما وانت بتطور لسيبل. طبعا انا هفتح المحرك ووريك, بس انا لازم اخليك تقرا الحاجات دي عشان تبقى فاهم ما تقعش في غلطات بعد كده. Bullet, the QA test will run until the 31st of May 2020. After this point, Sable will cease to function along with any projects you have created with it. ايه بقى المشكله هنا؟ بص, the QA test will run until May 31 31 مايو 2020. Bullet. طبعا النهارده ايه؟ Saturday May 30th 2020. النهاردة 30, لكن طبعا مفيش اي حاجة بتقول ان سيبل هتقف, يعني هي المفروض كانت وقفت النهاردة زي ما على حد كلامهم, لكن الكلام ده مش حقيقي طبعا. هي فهما يعني الكلام اللي مكتوب في الدوكومنتيشن ده هما طولوا عنه, مش هتوقف كده. وطبعا البروجيكتس هو بيقول لك ان سيبل هتقف في الفترة دي لان هينزلوا اصدار جديد. طبعا البروجيكت بتاعك ما ضاعش, يعني عشان نبقى متفاهمين. Bullet, you are unable to share your map/projects with other testers as they are locked to your specific instance of Sable on the PC you are running the application from. تمام. ما تقدرش تشير الخرائط بتاعتك اللي انت عملتها بسيبل مع حد تاني. هو المفروض في البروجكت الفول ان انت تقدر تشير اللعبه بتاعتك عن طريق اللعبه, مش قصدي انك ما تاخدش الفايلات وتنقلها في مكان, ان من الابلكيشن بتاع اللعبه نفسه تقدر تشير الخرائط. فهم ما فيش الميزه دي بقى. Level 1 feature list. Feature list. المميزات. Bullet, a fully functional map editor that includes easy access. Bullet, the ability to create weapons, armor, items, status effects, abilities, enemies, and set up unique battle encounters. زي ما انت شايف ان تقدر تعمل اسلحة واعداء وتعمل مانا, يعني قدرات خاصة, وتقدر تعمل مش عارف ايه وايتمز, كل الحاجات اللي في الدنيا حاجة حاجة. هون ability to create weapons, armor, اسلحة, دروع, items, items يعني اشياء اللي تقدر تعمل لها باك ابس وكده, status اللي هي الحالات والكويست اللي هي المهمات, effects effects تأثيرات, abilities abilities القدرات, enemies enemies أعداء, and set up unique battle encounters. وتقدر تعمل باتل جميلة جدا زي ما أنا قلت لك. Bullet, a fast and easy way to create triggers. Bullet, the ability to create NPCs triggers. And add recorded dialogue sample. وبرضه تقدر تعمل NPC كويسة جدا. أنا بصراحة ما شفتش لعبة من ألعاب المكفين بتدعم NPC بالشكل ده بصراحة, يعني NPC اللي هم الكاركترز اللي أنت بتعمل معاهم. Bullet, the ability to add your own audio assets for just about every aspect of the tools. E. طيب انا مش عايز اكمل هنا لان انت بتمل. Sable alpha test version 1.8.3.xe7.8. مع ان المفروض انك تقراها. المهم نفتح سيبل. في الاول لما بتفتحها لازم تحط الديكريبشن كي, فانا اوريدي حطيته يعني. او Heaven Sky Studios. او جاد. Welcome to the alpha test version of Sable 1.8.3. بس يا حبيبي دلوقتي انت لما بتفتح اللعبه ما بيبقاش الناطق ده شغال, ما بيشغلش الناطق ده كويس, عشان بس ابقى فاهم. بيشغلك الويندوز ديفندر, دي عباره عن حاجه للاختبار, وهو بيقول لك ما تفعلهاش. لكن انا ما اقدرش استعمل ويندوز ديفندر, انا بحب صوت الاكابيلا, فبالتالي فعلتها. هوريك تعملها ازاي دلوقتي. بلاي جيم لود بروجكت. لود بروجكت نيو بروجكت. بلاي جيم بتلعب لعبه, لود بروجكت بتحمل المشروع بتاعك, نيو بروجكت بتعمل مشروع جديد. ساوندز اند فويس بليز سيلكت دوس انتر. ادجست فوليوم كنترولز. ادجست فوليوم كنترولز برضو اللي هي الاصوات وعلوها. ميوت ساوند اند امبيانس والساوند والامبيانس دي اللي هي الاصوات والحاجات المدمجه, عارف لما بكون في لعبه وفي صوت بحر حواليك دايما, فهو ده الصوت بتاع الامبيانس او الموسيقى مثلا. سكي ايكو, ذس از فور وين تايبنج تكست ان ان اديت فيلد. Saki Echo, this is for when typing text in an edit field. ودي الكي ايكو, وانت بتكتب في الاديت فيلد بيبقى فيه زرار معين. Please select key echo. None. Characters. Words. Characters and words. Words. Character. Characters and words. Saki. Select Sappy Voice. وهنا select Sappy Voice.
الفويس بتاع السابي اللي هو الناطق بتاع الجهاز نفسه. زي ما انت شايف طبعا المشكله دي بتحصل زي ما انا لسه شرح لك. Template 6 Stable user document type Chrome HTML document date created. اوكي ما حصلش حاجه نكمل. Stable alpha test version. طبعا هو كان ويندوز ديفندر مصحح لكن انا رجعت. Stable engine alpha test version 1.8.3. المهم خلينا في اللي احنا فيه. اتمنى يكون الصوت ده مش مشوش على صوتي وانت قادر تسمعني كويس. نكمل بس. طبعا انا شرحت بالتفصيل قبل كده ازاي تخلي الحاجه مع ويندوز ديفندر تشتغل. فلو كده روح شوف. وده النافيجيشن سيستم او اسلوب التنقل. كده بقى مقفول. متوقف بشكل مؤقت يعني. Exit table. New load play game load project new project new project enter project name edit. نكتب اسم البروجكت خلينا نقول مثلا the killer master او the master war بين انا blind masters يعني. AEASTERWAR. Please enter a name for the map. This is the name that will be spoken when the player enters the map. Press escape so no name is spoken when the player enters the map edit. طب تسمح لي اقول لهم اهدى. بيقول لك حط اسم الماب وده الاسم اللي هيتنطق اول لما الماب دي تحمل للناس. فاهم يعني اول لما اللاعب يدخل الماب هينطقها له. فانا مثلا عايز اقول له مين اريا. A U U I N E R I A. Please enter a reference for the map. This is not seen by the player but used to locate maps within the engine. Pressing escape will default the reference to the previously entered map name edit. وده الريفرنس انا عن نفسي هحطها مين. ده برضو ديمي ده مش هيظهر للاعب بس ده عشان انت في التطوير يعني. فانا الريفرنس ان هي مين. A U U I N. عشان لما احب اربطها بخرائط ثانيه. Please enter the map length you would like your map to have. This must be a minimum of 5 and a maximum of 100 edit. ماشي انا اقول لها ان هي 100. Please enter the map width you would like your map to have. Please enter the map height you would like your map to have. The maximum height allowed for a map of this size is 2 edit. ماشي 2 حلو. Please select map type. الماب تايب نوع الماب. Outdoors map. Outdoors. Outdoors map. Indoors map. او indoor. Outdoor يعني في الخارج واندور يعني في الداخل. منتهى البساطه يعني. فخلينا نختارها ايني ميني ميني مو اندورس. اندورس ماب. Please select wall type to fill map with. Press escape to set as default wall type. بعدها الوول تايب او الجدار. عايز الجدران بتاعه الماب تبقى ايه. Chain. Chain. Music. Please select background music for the map. Space. Mysterious Glen. On the road to adventure. Soundtrack 1. Soundtrack 2. On the road. Mysterious Glen. Mysterious on the road to adventure. خليها on road to adventure. دي ادي الاصوات يعني انت ممكن تجربها بمعرفتك واقول لك تعملها ازاي. Ambiences. Please select background ambience for the map. والباك جراوند امبيانس ده اللي هو الاصوات. Birds lie too. عايز صوت بيردز او طيور. Cricket tree and wind. Cricket tree صوت شجر وحاجات. Cricket light loop. برضو. Dungeon. Dungeon زنزانة. Frog chorus birds. Great tree frogs. Spring peepers. American toad. طيب. Frog chorus birds. Great tree frogs. Spring peepers. American toad. عارف انت اسمها الفروجز اللي هي اللي اسمها ايه الضفادع. صوت ضفادع وميه وحاجات زي كده يعني. Ocean waves. وصوت ميه. Storm. عاصفه. Stormy wind. عاصفة هوا. Two or more frogs loop. صوت ضفادع تاني. Wind and trees light one. Wind leaves light. Wind. Storm. Ocean wet. Frog chorus. Dungeon. Cricket. Dungeon. Dungeon. New project created. Generating new map. بس كده الماب اتعملت. Chain. 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 طبعا انا دلوقتي Chain. على الارض بس النوع الارض اللي انا اخترتها زي ما انت شايف دي جدران. Chain. 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 Wall collision sounds. Please select sound. اثنين. Chain. Cloth. Edge a cliff. Glass. Metal. Stone. Metal. Blank. Chain. 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 Grass selected. Metal selected. Chain. استنى. Wall collision sounds. Please select sound. تمام. Blank. Walls activated. لو دوست شيفت ودبليو بيعمل اكتيفيت يعني بيخلي لك الجدران موجوده او مش موجوده. طبعا انت بتشيل الوولز او الجدران لسبب بتفيدك في حاجه فان انت لما بتشيلها بتقدر ان انت تتحرك في الماب براحتك يعني تخترق الجدران كانك شبح. انا شلتها. الكيو بتقول لك الكويست او المهمات اللي انت معمول لها اكتف. وهنا ده لو بتدوس اغرى عشان تحط المونسترز. طبعا هي مش موجوده. والتي بتعمل تراكنج. انا بوريك الاختصارات الاساسيه وبعدين هوريك نصمم ازاي. الناس ما سمعتش. Chain. Chain. Game menu. Save map. Load map. Blank. Chain. Top of the map. You. Chain. Game menu. Please select it. Blank. Chain. 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 Space. Chain.
chain. Terrain menu, please select tile type. Blank. بص بقى. اول حاجة انت عندك الارقام. اول رقم بيبني تايلز. يعني ايه بيبني تايل؟ بيعمل ارضية المبنى. هدوسنا رقم واحد. Terrain menu, please select tile type. Asphalt. Asphalt ده الاسفلت. Broken concrete. Broken concrete اللي هو ال concrete ده اللي هو الخرسانة ومكسرة. Concrete. خرسانة برضو. Dirt. طيق التراب. Grass. Grass الحشيش. Gravel. Gravel. مش عارف اسمه بالعربي. Hollow metal. Hollow metal. يعني معدن بس بشكل معين. Ice. تلج. Leaves. Leaves. حشيش برضو. Metal. معدن. Mud. Mud. طين. Sand. Sand. رمل. Shallow water. Shallow water يعني المية الخفيفة. عارف انت لما بيكون المية الراكده، مية صغيرة كده تمشي فيها شوية مية في الأرض مش بحر. فدي الاختيارات اللي تقدر تعملها زي تيكي. Sand, mud, metal, leaves. طبعا مش هقلهم كلهم. Hollow metal, gravel, grass, dirt, concrete, broken concrete, asphalt, asphalt, blank. Asphalt تمام بالنسبة لي صراحة. Chain, 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 chain. Walls activated. زي ما انت شايف انا عملت الأرض صوتها كده. W. انا مش عارف ممكن تكون مش عاجبه حد منكم بس بالنسبه لي حلو. رقم 2 Wallace Revision Sounds. Please select sound. Chain. Chain. بتختار صوت الجدران. Edge cliff. Glass. Edge cliff. Cloth. ما انت في كده كده في جدار محاوط الماب كلها فعندك cloth. وبما انها اندورز فانا عملت ان انا اخترت زنزانه، يعني انا اخترته فانا جوه الزنزانه فبختارها. فعندك Edge cliff. Edge of cliff. Cliff ده اللي هو الصخر، فده يعني كانك الزنزانه دي زنزانه صخريه. Glass. Glass ده ازاز. Metal. Metal. Blank. Metal كويس جدا بالنسبة لي الصراحة. Terrain menu, please asphalt, broken concrete. خلينا نختار لك حاجة بالصوت مش مزعج لودانك. Terrain menu, على الأقل حاول. Grass, gravel, hollow metal, ice, leaves, metal, mud, metal, blank. تمام. Space. Panning sounds, please select sound. These sounds will pan based on player's position to the sound. هنا بتحط sound source زي TK إن أنت تقدر تحط صوت في المكان ده. Beehive. Birds. Birds in tree. ممكن نحط مثلا، والصوت ده بيختلف على حسب انتقال اللاعب. معلش انا عارف الموضوع ممكن يكون ممل لكن صدقني هيبقى حلو بعد شويه. Cattles, chickadee, creaking tree, cricket loud, crows. عايز اشوف بس حاجه تنفع. Fire loop V2. Fire loop اه. Blank. بتختار الحاجه وتدوس انتر بالمناسبه. فانا لما دوست انتر اتعملت. زي ما انت شايف بقى في هنا شعله نار. لو بعدت اهو صوت شعله النار بيبعد. ممكن هنا لو دوست رقم واحد واخترت برضو التايل اللي انا عايز ابني بيها، انا اخترت الارض ايه بس انا ممكن ازود. يعني دلوقتي انا بعمل اهوت على الخريطة الاصلية او على الارض بتاعت الخريطة حاجات زيادة، اللي هو يعني اوصلها لك ازاي. الارض معمولة من حاجة معانا وانا قلت الارض كلها كده، لكن اقدر اعمل يعني زي دلوقتي مثلا انا عمال بعمل ايه مربع حوالين النار زي ما انت شايف اهو عملت له 8. نروح بقى على الاتجاه اللي بعده، انا كده بروح الشمال نزل لتحت بس تمام جدا. لو دست Objects, please select object to place. رقم 4 بتحط object او اشياء في الماب. Barrel. عندك barrel او برميل. Building creator. وbuilding creator ده بتقدر تبني بمبنى بيت اي حاجة في الماب بتاعتك يعني. والميزة ان المباني هنا بتقدر ان انت تتفاعل بيها، يعني افترض انا اخترت مثلا مستشفى او حاجة زي كده فتقدر انك تتفاعل بيها وتخش وتكلم الناس وكده. هوريك دلوقتي برضو في الشخصيات. Container. كونتينر ده حاويه بتحط جوه حاجه ولما تكسرها يطلع منها. دور ترانزيشن ده باب يوديك لمكان تاني. فاست ترافل واي بوينت دي برضو حاجه كده بتقف عليها. عرفتي كي لما بتكون في المين مثلا او في الستور وبتدوس انتر على حاجه بتنقلك الماب اللي جاي العاليه دي، فهي دي بالظبط. ميرجنت بيرسون ده شخص. سيف بوينت دي لما اللاعب يقف عندها بتعمل سيف للعبه. ساين بوست دي زي لافته اشاره، عارف لما بتخش مكان معين وبتلاقي فيه كلام مكتوب. سايز ترانزيشن ده برضه ترانزيشن. ساوند بايت
تريجر اوبجكت ساوند بايت تريجر اوبجكت وده تريجر اوبجكت. تريجر اوبجكت يعني زينات. يعني ايه زينات؟ يعني لما بتقف عليه بيعمل حاجه معينه. تعمله مثلا في المكان ده مجرد لما اللاعب يخش هنا تبدا الارض تتكسر حواليه، يبدا الاعداء يظهروا. اي شيء تقدر تعمله في التريجر هو اللاعب ما بيحسش بيه لكن بيبقى معروف ليك انت، فاهم قصدي؟ فدي تقدر تعمل بيها حاجه جميله جدا. ممكن مثلا تعمل التريجر ده تعمله كانه هو فخاخ، او تعمله كانه هو ايه، مش عارف اوصلها لك بشكل سهل، بس عارف انت الماينز، يعني ايه ماينز بالعربي؟ ماينز يعني مش فاكر قوي بصراحة اسمها بالعربي ايه، بس اللي انت بتدوس عليها تنفجر فيك دي. لغم، الالغام. ايوه الالغام، الالغام، سوري معلش. المهم هنعمل برميل. انا لو دوست انتر هحط البرميل بتاعي. تعالى ننزل. بالمناسبه نسيت اقول لك بقيه الاختصارات، لو دوست سي سي هيقول لك الكوردينتس بتاعتك. X14 Y4 Z2 metal. عشان هي بقى بالاكس مش بالسي. X14 Y4 Z2 metal. يعني الاكس 14 والواي كذا والزد كذا. الاكس اللي هو اليمين والشمال، الواي اللي هو فوق وتحت، الزد اللي هو قدام وورا، او يعني هما بيحاولوا يعملوا كده. ده الصح، بس هي في اللعبه هنا معكوسه اللي هي نفس نظام تي كي. الاكس يمين وشمال، الواي قدام وورا اللي هو فوق وتحت، بتطلع بسهم فوق وسهم لتحت. اما انا الزد اللي هي النطه بتاعه اللاعب. يعني تعال نحط البراميل في اي مكان مميز. اه كده انا حطيته البراميل اهو كده، انا كسرته بس طبعا مش جوا حاجه. يعني انا بوري لك ان المسطره معاك برضو بتقدر تضرب بايدك ومعاك اسلحه. هوريك برضو الاعداء لان الموضوع ده جامد جدا. وهنا بيلدينج كرييتر، خلينا نسميه مثلا، نقول البيلدينج، خلينا نقول تومبستون. او بي بي ام بي اس او تي تي او ار ار او 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 ان اي. بليز انتر ذا بيلدينجز هايد ات 1 1. Please select floor type for building. Asphalt, broken concrete, concrete, dirt, grass, gravel, hollow metal. على ترى التربة أرضيتها إيه؟ Leaf, wooden floor, water, stone, water, solid metal. لا استنى، أنا عندي حل أحلى. Warning, no floor type selected. Exiting building creator. Objects, click barrel, building creator. Container, building creator. Container, door slash transition, building creator. Building creator. طبعا أنا بوريك في أماكن عشوائية، أنت هتنظمها وترتبها على حسب دماغك أنت في تصميم اللعبة. Please enter a name for the building edit. نقول النيم بتاع البيلدينج مثلا، نقول ووتر. A T E R. Please enter the building's height at 1. واحد. Please select floor type for build wooden floor. Water. Please select wall type for the building. Chain. Chain. Cloth. عايز اعمله بانيو. Wood. Wall. Stone. Wall. Please select background music for the building. Mysterious glove on the road to a soundtrack 1. Soundtrack. Soundtrack 2. طبعا خلينا اقول لك ان كل الاصوات دي تقدر انت تحطها زي ما انت عايز. دي الاصوات اللي جايبه لك البرنامج، برضه لسه هوريك تقدر تعمل كاستمايز بشكل عالي ازاي. Soundtrack 2. Soundtrack 2. Please select ambience for the building. Birds light 2. Wind leaves light 2. Wind and trees light 2 or more. Frogs loop. Stormy wind 2 or more. Press enter to place the created object. Building mode activated. Press and keep the shift key held down, then use the arrow keys to size your building. Once satisfied with the shape and size, release the shift key to place the width 1, length width 2, length 0. بص بقى، انا بدوس شيفت والاسهم عشان اقدر اقوم. width 1, length 0. width 1, length 0. width 3, length 0. ال width ده اللي هو العرض، واللينكس طول. chain. width 3. error. The building size placed is too small. length and width must both be at least 5 each. Building mode active. Press and keep the shift key held down, then use the arrow keys to size your building. Once satisfied with the shape and size, release the shift key to place the building. Press escape. تمام. Edge of map. Width 1, width 2, width 4, length, width 5, length 0. Chain. Width 6, length 0. Width 5, length 0. Error. The building size placed is too small. تمام. هو رأيه انه صغير، انا ما عنديش مساحات لحاجات جديدة. Building mode active. Press and keep the shift key held down, then use the arrow keys to size your building or press escape to exit building mode. أربعة. Building mode active. Press and keep the shift key held down, then use the arrow keys to أربعة. أربعة. Length 1, width, length 2, width 0. Length 5, width, length 6, width 0. Chain. 4444. Error. The building size placed is too small. مهم. Building mode active.
عايز اسكيب البيلدينج مود. بيلدينج مود اكتف يا عمي. 4 5 اكزيتنج بيلدينج مود. بس تمام كفايه بنا، مش هنقعد طول النهار نبني بقى. في عندك كذا مود في اللعبه صحيح، بما اننا وصلنا للبيلدينج بونت عندك او في المحرك. انا دايما بقول لعبه برغم العاده مش اكتر يعني، بس هي مش لعبه، هو محرك بيعمل العاب. عندك الايديت مود وعندك الديباج مود وعندك حاجات كتير. الايديت مود هو اللي بتقدر تعدل منه زي اللي احنا فيه دلوقتي، ده الايديت مود بتاع الخريطه. في الديباج مود، والديباج مود ده بيبقى فيه حاجات معينه، زي انت ممكن ما تخليش اللاعب بتاعك يموت مثلا، فانت عايز تعمل ديباجنج، او تقدر تعمل حاجات اكستريم زي انك تنزل عدد معين من الانيميز او تحط لهم بيهيفير. الميزه هنا انك بتقدر تحط البيهيفير بتاع الانيمي برضه او الاداء بتاعه. building container door slash transition فده دور. fast travel waypoint fast travel merchant person save point. خلينا نحط person او شخص. person ده من اجمل الحاجات انك تقدر تتفاعل هنا مع الناس وتكلمهم كمان. please enter person's name edit. فخلينا نحط مثلا الاسم بتاع البيرسون، خلينا نقول مثلا اسمه، بما ان الكاركتر بتاعي راجل فخلينا نحط ست. a r a اسمه سيرنا مثلا. please enter person's description this will be announced if the player presses the description key edit. تمام، ده الديسكريبشن او الوصف، ده بيقول لك ان بيتقال لما اللاعب بيدوس على الديسكريبشن كي. برضه هنشوف الموضوع ده. يو اس تي جاست ان نايس نايس جي ار ال جيرل. وود يو لايك تو يوز ا بري ريكوردد فويس. ده بيقول لك يوز بري ريكوردد فويس، لو انت عندك صوت مسجل وعايزه للشخصيه دي تقدر تحطه، لكن انا ما عنديش. يس ف نو سيلكت ساوند سيت ديبلر نيل ديبلر. فده دبلر اللي هو مش عارف يعني صوتين مع بعض كده، عارف كرعون اللي كان بيجي زمان في سلاحف النينجا؟ نفس الصوت. سأحولكم إلى نينجا سلاحف، نفس الصوت ده كده. ميل ميل سوري اللي بيحصل. دبلر دبلر ميل ميل دبلر. حطها دبلر. That this person set the player a task. الشخص ده هيقول للبلاير تاسك. أيوة yes please give the quest a name edit. تاسك يعني مهمة. الكويست نيم هقوله لك، ممكن نحط ايه مثلا، اللي هو مثلا نقول ايه، استنى بفكر. برايس R O S O I S E. If you would like the quest to have a description please enter the description here. لو الديسكريبشن this can be the player when they are viewing their list of active quests edit. اوكي الديسكريبشن مثلا هنقول ايه، ده الوصف بتاع البتاع. F O U A N A T O O T O T. If you wanna to marry marry me Y O U A A V E T O to V E give me a 5 apples P P L E S. طبعا انا ما قلتش ان شرط الجواز يبقى 5 تفاحات، باللي جه في بالي قلته. Please give the key to this task completion key name edit Sarah completion key. الكي بتاع سيرا ده لما تعوز تكمله اللي هو نقول 5 ابل. A P P L E S. If you would like the key to have a description, please enter the description here edit. احنا قلناه قبل كده للكي. ما لا. Is this a physical item which the player will hold? ده physical item او حاجه البلاير هيمسكها في ايده، اللاعب بتاعك هيمسكها في ايده. Yes. Please enter the text that will be spoken when the NPC is interacted with. This is the text that will explain the task or quest the NPC is setting the player edit. تمام، ده بيقول لك اوصف لي الام بي سي، اللي هو الكلام اللي هيقوله الشخص للاعب بتاعك لما تروح له. نقول له ايه مثلا، واي ماي بيبي بي اي بي واي بيبي اف واي او يو 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 دبليو اي ان 1 سبيس ان دبليو دبليو اي اي واي وانا اي ار واي ماري مي مي O U U A A V E T O T O V E E A A P P L E apple. Please enter the text that will be spoken when the NPC is interacted with before the task or quest is completed. ده بيقول لك أول حاجة، ده بيقول لك قبل ما التاسك يتعمل تحب الشخص ده يقول لك إيه. أنا عارف الموضوع ديتيلز قوي أو تفاصيل زيادة، بس صدقني ده في مصلحتك، ممكن تدوس انتر وتعديهم. لكن لا، انا بقول هقول له مثلا قبل لما يجي يقول لي، قبل ما اقول له يروح المهمه، قبل ما ساره تقول لي، تقول لي go to hunting h u n t i n g. please enter the text that will be spoken when the npc is interacted with once the task is completed. ده لما التاسك كومبليت، او لما يعني لما هجيب لها الخمس تفاحات هتقول لي او بيبي او a b y baby baby nice n i c e nice give me a gift g i v e g m y my
Please enter the text that will be spoken if you interact with the NPC once the task is completed. مش لسه ايه؟ Warning, no text entered. Exiting object creation. Blank. Oh god. دوس انتر غلط مش موضوع. Build contact door slot. Trigger object. Soundbite. Size transition. Soundbite. Signpost. Save point. Person. Merchant. Person. Please enter person's name. Edit. معلش تاني. A. Please enter person's description. This will be announced if the player presses the description. دي مشكلة بتحصل مع اللعبة لان انا ما دوستش انتر لكن هي عملت. يعني مع المحرك. عشان كده بقول لك ان هي الفا فيها اخطاء. هنقول له ايه تاني؟ I S T J A N I C E nice G I R L. Would you like to use a pre-recorded voice? Yes. Select sound set. Diddler. Male. Diddler. Does this person set the player a task? Yes. Please give the quest a name edit. A R Y Mer A T A A. If you would like the quest to have a description, please enter the description here. This can be viewed by the player when they are viewing their list of active quests edit. R A M R Y Amri. A T A. Please give the key to this task completion key and name edit Sarah completion key. P L E S. If you would like the key to have a description, please enter the description here. Is this a physical item which the player will? Yes. Please select the speech that will be spoken when the NPC is interacted with. This is the speech that will explain the task or quest the NPC is setting the player. نقدر نقول له ايه هنا في الجزء ده انا استنى ما افتكر. Vendor line 1. Vendor line 2. Dealer line 1. Dealer line 2. ممكن نقول له Please select the speech that will be spoken when the NPC is interacted with before the task or quest is complete. Please select the speech that will be spoken when the NPC is interacted. Vendor line 1. Vendor line 2. Please select the speech that will be spoken if you interact with the NPC once the task is complete. طبعا انا هنا بعمل لك حاجه مختلفه ان انا اخترت الاصوات فهو عنده اصوات كده كده مسجله. Vendor line 2. Dibber line 1. Dibber line 1. Dibber line 2. Good news everyone. Good news everyone. هبدا. Press enter to place the created object. ارمي ساره هنا. Warning. طبعا انا حاطط لها صوت راجل وما تسالنيش ليه. طبعا ممكن اروح اتفاعل معاها لكن هي هتديني الكويست وانا بصراحه مش ناقص. خلينا نشوف الحاجات اللي بعدها. Object please barrel trigger object sound box size trans sign post save point person merchant fast travel merchant please enter merchant's name edit merchant name test E S T please enter merchant's description ده متجر. The presses the description key edit. تمام فاحنا قلنا ان المتجر ده خلينا نسميه اسمه على الايميل مثلا. Yes. No. Select sound set. Diddler. Male. Please enter the initial text that will be spoken when the person is first interacted with edit. Warning. No text entered. This will disable the talk function for this merchant. Soft. انت عايز سوق؟ Blank. انا مش عايز سوق صراحة. Soft. Please select items you would like the merchant to sell. Apples. Zero gold. اهو ده الابل اهو. ده احنا دلوقتي عملنا متجر نحط سارة مثلا فنحط ابل. Apples. Zero gold infinite stock added. Apples. Zero gold infinite. Apples. Zero gold infinite stock added. تمام ماشي خلاص تمام. Apples, zero gold infinite stock added. This has already been added. Please enter the new required quantity anyone. ماشي. صفر. Apples, zero gold 100 added. Apples, zero gold 100 added. This has already been added. Please enter the new required. Apples, zero gold 695,700. Press enter to place the created object. ده المتجر. Warning, there is already an object here. في حاجة هنا طيب خلاص شكرا. Warning, there is already an object here. S8 Y6 Warning, there is already بس خلاص حطنا ممكن نحط ايه تاني رقم 5 Creation tools please select which of the tools you wish to use دي الكرييشن تول بقى ركز معايا ability creation tool دي ability creation tool دي بتديله قدره على حاجه يعني مثلا تديله قدره على الطيران تديله قدره على انه يولع تديله قدره على انه يعيط اللي يجي في بالك ممكن يبقى نعمل واحده armor creation tool وده الارمر بتاعه الدرع ودي مهمه بقى تقدر تعمل بقى دروع وحاجات زي كده. Enemy creation tool. الانمي كرييشن تول ودي بتعمل الاعداء. Item creation tool. Item creation tool. Status effects creation tool. Status effect ودي التأثيرات. Weapon creation tool. ودي الويبن الأسلحة. Weapon creation tool. State weapon creation. Please enter weapon name edit. نسمي السلاح مثلا داجر. A. لا جن. G O N. بلاش أسلحة مملة. Please select sound set. Gun. صوت. Bow. Sword. Bow. Bow. Sword. Sword. ما فيش الا باو وسورد طيب يلا سورد enter a description edit enter the value of this weapon edit 0 is this weapon saleable does this weapon affect any does this weapon affect age enter any initiative increase enter any evade increase enter any accuracy enter any please select damage type do you want to add a secondary damage type to this would you like to select please select weapon enter the amount enter the amount enter the weapon enter the dice enter any would you like to select blank object please blank creation ability weapon creation tool please enter weapon name edit no lo main weapon M نسميه ايه هو اوريدي ما قدامناش الاختيارات سورد فاير سورد R E
WSOWOSSWORD. Please select sound. Bow. Sword. Sword. Enter a description edit. Just. USTJANORAM. NORSWORD. Enter the value of this weapon at 0. الفاليو خلينا نقول لا صفر مين 10. صفر. Is this weapon saleable? 10. بيتباع؟ Yes. Yes. Does this weapon affect any of the player's base stats? بيأثر على الستاتس بتاعت البلاير او قدراته لو خدها؟ Yes. Yes. Enter any adjustment to strength at 0. القصة القوة بيديله 30. Enter any adjustment to dexterity at 0. 10. Enter any adjustment to constitution at 0. Constitution 10. Enter any adjustment to intelligence at 0. Intelligent الذكاء قول 60. لا ده سيف. 12 كفاية قوي. Enter any adjustment to wisdom at 0. الوزدم الحكمة غالبا الفرسان بيبقوا حكماء فهنديله 30. Enter any adjustment to charisma at 0. والكاريزما بتاعته خلينا نقول 90 لان انا بحب الكاريزما. Does this weapon affect HP, mana or stamina? ده بيتأثر في ال HP او الستامينا بتاعته. ايوه. Yes. اتمنى تكون جيمر يعني غالبا انت جيمر وفاهم الحاجات دي لو مش فاهمها فدي حاجات العاب. Enter any adjustment to maximum HP at 0. نقول له مثلا 30. Enter any adjustment to maximum mana at 0. Enter any adjustment to maximum stamina at 0. Enter any initiative increase or decrease at 0. 10. Enter any evade increase or decrease at 0. 10. Enter any accuracy increase or decrease. Enter any armor rating increase. Please select damage type. 10. Bludgeoning. هنا بيقول لك الدمج او التأثير بتاعه هيخلي الشخص اللي قدامك يجيب دم. Piercing. ولا piercing. Slashing. Piercing. ولا slashing هيقطع. Slashing. خلاص slashing. Do you want to add a secondary damage type to this weapon? ممكن يعمل حاجة تانية. ده الأزل أو ده اللي بيعمله ممكن. Yes. Yes. Please select acid, air, cold, earth, fire. Force. Fire. Fire يا معلم. Would you like to add any status effects to this weapon? Yes. Yes. A status effect اللي هو التأثيرات برضو. Please select state on equip. On hit. On equip. On hit. On hit. On equip. On equip. On hit. No on hit status effects have been created yet. Please select status on equip. On hit. On equip. No on equip status effects have been. On equip. On hit. Select whether it's one handed. Two handed. One handed. بيتمسك في الايد التانية ولا في الاثنين؟ One handed, two handed, one handed. ايد واحدة كفاية. Please select weapon stat modifier type. Strength, dexterity. بيأثر في ايه؟ Constitution, intelligence, wisdom, charisma, accuracy. Charisma لان احنا بنحب نهاجم كاريزما خالية. Enter the amount of dice used to calculate damage at 1. ماشي. Enter the amount of sides the dice have at 6. ماشي. Enter the weapon's critical multiplier at 2. Enter the dice roll required to cause a critical hit. This must enter any armor purchasing value, 0 mean. Would you like to select which characters can use this weapon? Yes. No. Yes. Please select warrior, monk. Cleric, mage. دي الشخصيات اللي عندك في اللعبة اللي ممكن تستخدم السلاح. Warrior. 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 Monk. Monk. Cleric, mage. All classes. All classes. All classes. Light. بس عملنا السلاح. تقدر طبعا تستخدمه من الانفنتوري. عندك الانفنتوري بالاي. Item inventory is empty. Item inventory is empty. هي فاضية بس انا لو رحت اشتريت تفاح لسارة عشان اتجوزها هقدر اشتريه من هنا. طبعا مش عايز اتجوز سارة بس هي القصة جت كده معلش ما جاش في بالي قصص معلش. جت في بالي وانا بعمل لعبة. دلوقتي قدامك. برضو بتدوس على البيج اول بيج ده عشان تقلل الصوت فدي حاجه كويسه عشان ما يجيناش كبرايت حاول creation tools please ability creation armor creation enemy creation item creation enemy creation خلينا في الانمي creation tool رقم 3 ونختار انمي monster creator please enter creature's name edit نسمي المونستر ده نسميه ايه كوبي رايت o p u u y w w r i t e please select enemy sound set الانمي ده نخليه ايه slime slime wolf wolf deep wolf deep حلو الديب please select unarmed combat sound set واللي يلعب مع الديب يستاهل التعذيب martial arts slime وده السلاح بتاعه untrained humanoid untrained humanoid wolf ممكن احط انسان بدائي انسان بدائي لكن انا عايز wolf برضو ديب does this enemy have a body fall sound when defeated الجزء الوحش ده له صوت رزعه جسمه في الارض لما بينهزم yes no yes please enter the enemy's like واحد واحد blank واحد بلاك انتر ا ديسكريبشن اديت جاست يو اس تي ج ا تي اي اس تي تست اي ان ام واي انمي اكتب انمي جولد انمي ده من المتابعين اللي زي الفل مع اني ما اعرفش اسمه الحقيقي بس والله لحط جي او ال دي انتر اماونت اوف اكسبيرينس جين فور كيلينج ذس انمي ات 0 الاكسبيرينس 10 انتر اماونت اوف جولد جين فور كيلينج ذس انمي ات 0 30 انتر سترينث 10 الاكسبيرينس اللي بتجي لك الخبره يعني وبعدين الذهب ف 30 ودي برضو نقول 30 صفر انتر دكستيريتي 10 دكستيريتي 30 انتر كونستيتيوشن 10 ستيوت 40 انتر انتليجنس 10 10 ماشي انتر ويزدم 10 الويزدم الحكمه 10 انتر كاريزما 10
كاريزما. لا انت لما تقتل دي صفر بكاريزماتك لايف غالبا لايف هتعلى، فاضيف خليها مثلا 30. صفر انتر انيشيتيف ات زيرو صفر 5 انتر فيت ات 10 انتر اكوراسي ات زيرو انتر ارمر ريتنج ات زيرو الارمر ريتنج صفر صفر انتر اتش بي ذس بلس ذا كونستيتيوشن مودفاير انتر مانا بوينت اي اندرستاند داز ذس انمي هاف اني ناتشورال ريزيليانس اور فولنربيليتي يس نو وود يو لايك تو ايكويب ذس انمي وذ اني ويبنز اور ارمر ندير سلاح يس نو يس تعال ندير السلاح بتاعنا كوبي رايت ايكويبمنت وانس يو هاف فينيشد ايكويبينج كوبي رايت بريس اسكيب تو اكزيت Head, neck. نديله رقبة ولا دماغ؟ About body. ولا body. Body. الحاجات اللي بيقدر يربيها. Held in left hand. والله حاجة مسكها في إيده اليمين. Held in right hand. حاجة مسكها في إيده الشمال. Ring on left hand. Ring on right hand. Ring light. سلاح برضو. On hands. On hands. من غير إيدين. Legs. رجلين. Feet. 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 Leg. On. Ring. Ring. Held body. About body. Neck. Head. Head. No equipable armor of this type. Head. Neck. No equipable armor. About. Held in. Please select. For rest ward. Held in left hand. Fidress ward. بس خلاص. Held in right hand. Please select fidress ward. Held in right hand. بس كده ward. Ring on left hand. Would you like to add any natural and hit status effects? Yes. No. No. Does this enemy drop any items? لما بيموت بيحط items بما اننا ما عملناش فنو. Yes. No. Would you like to assign any abilities or magic to this enemy? لا. Ability نديله سحر او قدرات لا. Yes. No. Blank. ارميه هنا. Creation tools. Ability creation tool. رقم برضو خمسة ability. Armor creation armor. tool. Enemy creation tool. Enemy. الarmor الدرع. Item creation tool. الitem العناصر. Status effects creation tool. الstatus effect أو ال التأثيرات اللحظية بتحصل لك مثلا شوية إن حواليك درع بيحميك أو جنوب بتقتل معاه أي حاجة. Weapon creation tool. Weapon creation tool. Weapon إحنا عملنا كل ده. Blank. Music. Please select background ورقم music ستة ده الميوزك. Sixth. Mysterious glow on the road to adventure. تقدر تختار اللي أنت عايزه أو تقدر تضيف الملفات هوريك برضو. Soundtrack one. Soundtrack two. Sound blank. ايه رايك في ده؟ ماكس فوليوم. وهنا دي ميزه حلوه بصراحه، انا بقول لك ان الماكس الفوليوم والحاجات دي، فانا شايف انه جميل جدا الصراحه يعني. Ambiences. Please select ambience for the map. وده الامبيانس او الاصوات المدمجه. Birds like creaky tree and cricket like dungeon. Frog chorus birds. Great tree frogs. Ocean waves. Storm. Stormy wind. Two or more frogs loop. Blank. زي ما شايف ضفنا صراصير الليل. Ambiences. Please select ambience for the map. Blank. ثمانية. ثمان. تسعة. Metal selected. Metal selected. وين ده الميتال؟ لو عايز تكمل بنا يعني. Space. Edit. الزد بيقول لك الزون، نقول مثلا E the wild of the forest. مثلا الزد بيقول لك الزون، انت الزون زي الزون اللي فيك ايه، المنطقه اللي انت فيها دي، فانا سميتها ان ذا وايلد اوف فورست اللي هي الغابات المتوحشه. X8 Y6 C V B N H J K L X C apostrophe Sam A unable to use abilities or cast spells whilst in edit mode. Please enter debug or play game mode if you wish to test abilities or spells. هنا الاس عشان تقدر تحط الابيليتيز او السبيل الفخاخ بتاعتك والحاجات دي كلها والسحر، ما ينفعش اعملها وانا في الاديت مود، فانا لازم احول لمود تاني واعملها، وانا شرحت لك المودز بقى لي شويه. Move to level one. D. وهنا الدي خلتنا اقدر اعمل موف للليفل. Already at ground level. D. S. ده الطريق اللي انا عامله عشان يوديني لسارة وراح اتجوزها، لكن مش هينفع اتجوزها في الفيديو، انتوا عارفين. H J Y not currently tracking anything. انا اوريدي مش مرتبط فتمام يعني. No active quest. Metal selected. Metal selected. Space. مهم يعني. Grave. Most likely اني مفيش حاجة تانية ممكن اقول لك عليها. Broken wooden floor. Water. Stone. Solid metal. Blank. Game menu. Please select an option. Dust escape. Escape بتخليني اعمل pause واقدر اعمل منها ايه بقى. بص ركز بقى. Save map. هنا هنعمل save map. Saving. Map saved. كده اتعمل لها save. هوريك تجيبها منين برضه. Game map. Save map. Load map. وهنا اللود لو انا عملت لها save وعايز اعمل لها load. New map. وهنا نيو ماب لو عايز اضيف ماب جديده لنفس اللعبه واربطها ببعضها. يعني دي الماب بتاعت الليفل 1 اللي انا هتجوز هقتل فيها، هتجوز فيها ساره، هروح لساره وبعدين هتقول لي ان هي عايزه خمس صفحات عشان اتجوزها، وبعدين اروح عشان اقتل الديب، بعد ما اقتل الديابه هقدر اوصل للستور او المتجر اشتري منه الخمس تفاحات اللي هم اساسا ببلاش، ولا مش ببلاش يا ربي، اللي هم كل واحده منهم بواحده، فانا محتاج اقتل خمس ديابه على الاقل، وبعد ما اقتله وارجع لصرفه كده انا اتجوزتها، واقدر بقى ساعتها ان انا احط نقطه جديده توصلني ليفل تاني. Sounds and voice. New map.
وهنا ساوندز اند فويس تقدر تضيف بقى اصوات بني ادمين، يعني ممكن صوتك انت تضيفه في اللعبه عادي. Navigational systems. وده النافيجيشن سيستم او طريقه التنقل زي الخريطه بتاعت تيكي كده. Return to main title screen. Return to main title screen. Exit game. Exit game. Save map. احنا عملنا سيف. Save. Map saved. Drive. Game menu. Exit game. Are you sure you want to exit? Any un- yes. Yes. Any unsaved changes. لا انا عملت سيف اوريدي زي ما انتم شايفين. Save. تمام. Items view. بص دي ملفات اللعبه بقى. Game saves 1 of 8. هنا الجيم سيفز خش فيها شوفها ايه ما فيهاش حاجه لان احنا برضو ما لعبناش عشان نسيف بروجكتس 2 اوف 8 بس البروجكتس لو دخلت هنا ذا ماستر وير نوت سيلكتد 1 وور ماستر 2 اوف 2 وور ماستر دي اعتقد اللي انا عملتها قبل كده ذا ماستر وير 1 اوف 2 ذا ماستر وور هو ده اللي احنا لسه عاملينها مابس نوت سيلكتد 1 سيتنجز 2 اوف 2 فهنا المابس وهنا سيتنج لو دخلت مثلا في الماب اهو ماب سيلكتد مين 1 اوف 1 المين دي اللي انا لسه عاملها قدامك مين 1 مين دوت تكست Objects dot main dot لو دوست انتر هتلاقي المين دوت تكست مكتوبه برضو بشكل تقدر تعدله اعتقد فعندك هنا كل الحاجات اللي بتخص اللعبه فطبعا لو انت عايز تشارك اللعبه مع حد هتشاركها ازاي هقول لك انا خلاص تاخد الملفات دي وتديها للشخص وخلاص انت ببساطه items view فيعني objects main objects dot text 2 ده الاوبجكتس كل Time. الحاجات اللي انت عملتها في اللعبه تقدر تعملها من هنا وهنا برضو لو خرجت هتلاقي السيتنج هنا main 1 اهو زي ما انت شايف نرجع بس الخريطه السيتنج اهي type file folder كل الحاجات اللي انا عملتها بقى enemies dot text 2 of 4 دي الاعداء creations dot text 1 of 4 والcreations inventory data dot text 3 of 4 type inventory data ده اللي هو الاي عارف لما بتدوس الاي وتفتح الحقيبه بتاعتك بتقدر تعدل هنا لو عايز player data dot text 4 player data دي بيانات اللاعب المهم يعني انت شايف ان كل الحاجات تقدر تعملها وتقدر تاخد الملف ده تحطه في اي مكان فهنا ال user documentation files settings 4 of 8 وهنا السيتنج بتاع stable نفسها items view ده الفايل mvdadll license dot log dot log 1 of 6 وده اللوج mvda controller sci ip 32 dot settings dot text 5 of 6 tts dot wave 6 of 6 tts dot wave دي برضه عشان قلت النطق settings dot text 5 وهنا ده ملف السيتنج ملف تكست عادي تقدر تعدل فيه الارقام اللي انت عايزها sounds 5 of 8 ودي الساوندز او الاصوات بتاعه اللعبه زي ما انت شايف كلها متاحه abilities 1 of 20 دي الابيليتيز او القدرات ambient 2 of 20 الامبيانس الاصوات المدمجه خلي بالك لو انا ضفت صوت هنا هيظهر في اللعبه في اي ملف صوت طالما هو مجرد صوت ويف ممكن تاخد من تي كي سادنا اتاك اي سورس معاك في الدنيا ممكن تحمل صوت من على النت ممكن تضيف اغنيه شعبي انا عارف ان انا هلاقي الموضوع ده فممكن تجيب اغنيه شعبي وتحولها ويف وتحطها هنا وهتشتغل عادي يبقى انت في امان الله قاعد وبتحارب ورايح تتجوز ساره مش عارف ايه بدل ما انت تحط موسيقى فوزان ممكن تضيف بنت الجيران شغلانه على عينيا مثلا باتل 3 اوف 20 وده الباتل اصوات المعارك والضرب والموت والدم والحاجات دي انا بالنسبه لي بدلت صوت باتل جبت صوت باتل زون وحطيته هنا كوليجنز 4 اوف 20 Containers 5 of 20. Collision containers. Cutscenes 6 of 20. Cutscenes. Default sound 7 of 20. Default sounds. Doors 8 of 20. Doors. Enemies 9 of 20. Equipment 10 of 20. الحاجات اللي تمسكها. Locks 11 of 20. Map sounds. Music 13 of 20. Map sound والميوزك. NPC 14 of 20. وده الـ NPC الناس اللي بتتكلم. ده عايز اسمعها لك انا ده. Voice align. Sound sets 1 of 2. Voice aligns 2 of 2. Sound. فنخش في sound sets مثلا. Items view. Male 2 of 2. الراجل. Male. Tile sound 2 of 2. Type file folder. ده تال. Items view. ده الأصوات بتاعته. Mail cough dot wave one of one. ده صوت الراجل بيكح. Item type. Wave file size 279 kilobits length. 0 and 1 second. Media player clock. بس بالله. ده تقدر تضيفه برضو يعني. ده لما نفس تنصارة بالمناسبة. بذمتكم في حد نفسه يتجوز واحدة بالصوت ده جدا. Items view. معلش ما فيش صوت بنات عامل ايه بعد ما حطيت صارة ما لقيتش اس ام بي. Vendor line 2 dot. Vendor line 1. ممكن تحط ده مثلا بص ميديا بلاير كلاسيك Hey I've had it up to here with this place Hey I've had it up to here Hey here's an idea bite my shiny metal ass What you selling Anti dragon cream personal guarantee if you're incinerated you get your money back no quibble What you're saying Good news, everyone!
Hi. Yeah, it's me again, the annoying British guy. Only this time, I'm an NPC. والله. طبعا دي اصوات عاديه جدا هو حاططها لك زي ما هو قال لك كده ان دي بروتوتايب بس عشان اتاكد الموضوع شغال. انت سجل الويفز بتاعتك وضيفها للعبه وزي ما انت شايف الموضوع سهل. لو صعب بالنسبه لك انت معاك دوكيومنتيشن تقدر تتعلمها. تمام؟ ههدف موضوع سيبل ده شويه لان انا يعني لو ربنا كرم ان شاء الله هعمل لكم مسابقه للناس اللي تعمل العاب بالموضوع ده، يبقى جيم جام كده. عارفين انتوا الجيم جام؟ نعمل جيم جام للناس اللي عامله العاب بسيبل ونقدر ان احنا نستعرضها وان يبقى في فايزين وحوار يعني. المهم فده كان سيبل. انا عارف الفيديو مطول مننا بس يعني حاولت ان انا اشرح اقل شيء ممكن في البرنامج، في حاجات اكتر لكن يعني ايه انا عديت لك على كل حاجة بشكل عام. يعني حاولت اديك افكار عن كل عنصر يتعمل ازاي وانت تقدر تكمل من بعد كده. وزي ما قلت لك انت معاك الدوكيومنتيشن تقدر برضو انك تعمل عليه، تقدر ترجمه جوجل اللي انت شايفه صح اعمله. المهم يعني اللينك في الوصف بتاع الفيديو تقدر تحمل سيبل. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب. ولو عندك اي سؤال او اقتراحات يا ريت تسيبهم لي في التعليقات وبس. مفيش حاجه تاني. هاف فن. السلام عليكم.